ولسه وسط أهالينا، أهالينا اللي عظمتهم ما بتخلصش، أهالينا اللي مهما الزمن تطور ما يحافظوا على تراثنا، بيحافظوا على الحاجات اللي أصلاً ممكن تبقى منسية. أنا في مكان مش مصدقة إن هو لسه موجود ولسه مفتوح ولسه ناس بتشتغل بإيديها. معانا الحاج نور، ازيك يا حاج نور؟ أهلاً وسهلاً. أخبارك إيه؟ الحمد لله. صحتك عاملة إيه؟ زي الفل الحمد لله. تمام؟ تمام الحمد لله. أنا مبهورة بيك، مبهورة بالمكان. الله يبارك لك. اسمحوا لي أقدم لكم الأبقاب. في يناير 2022 في برنامج أهالينا، أول ورشة أو تعتبر آخر ورشة بتصنع الأبقاب يدوي إلى الآن. حاج نور، دي ورشة باباكو. إحنا عندنا ورشة أصلاً فوق في الدرب الأحمر. من الدرب الأحمر وهنا؟ وهنا تحت الرابع. طيب، الورش دي أصلاً متخصصة في الخشب، تمام؟ أصلاً والدي كان تاجر خشب. حلو. فكان بيخش المزادات أو المنعصات، الخشب اللي ما ينفعش يتباع كنا بنعمله أبايب. ده من أول خمسينات. ده أنتوا ما شاء الله عيلة دماغها شغالة من زمان. يعني أنتوا بتاخدوا بواقي الخشب بدل ما يترمي بنعمله أبواب، بتستفيدوا بيه. أيوه. قررتوا تعملوا الأبواب. قررنا الأبواب، وبعدين مش أي خشب بتعمل منه الأبواب. إيه بقى؟ في كافور وفي توت وفي سبيانس وفي جزورينا، في كذا نوع من الخشب. طيب بس اسمح لي، لما انا ابقى ماسكه ابقاب، ابقاب اللهم صل على النبي، خشبه احسن من خشب اوضه نومي النهارده. يعني انتوا بتجيبوا حاجه يعني ملهاش علاقه بالخشب الموجود دلوقتي، ويا ريت الناس بتقدرها. انتوا كنتوا بتدخلوا المزادات والمناقصات بتشتروا انواع معينه من الخشب اللي خلاص لا تصلح لحاجات تانية وبتصنعوا الابقاب. مين اللي خد قرار تصنيع الابقاب وليه الابقاب بالذات؟ والدي الله يرحمه. ليه؟ ايام المماليك والعثمانيين. كان في حد بيصنع ابايب في وقتها؟ ده في الخمسينات. كان في واحد بس الله يرحمه وراه الله يرحمه. في الخمسينات ايام الملك؟ اشمعنى الابقاب؟ يعني اقنعكم بايه؟ ما انا بقول لك شاب وهو بالمجلات وبتاع وناس كانت بتيجي تسال عليه. ايوه حضرتك بتتكلم في زمن الافنديه والطربوش. ايوه. وفي زمن سي السيد وست امينه. كان ما كانش فيه، كان كله بقى عايز يعمل فيها بقى ابن برج ويلبس الجزمه الجلد ولا الشبشب الجلد. لا والله كان في ناس تيجي تاخد بابا عشان تعيد بيه. حلو. تمام. الجزمه كانت ب 99 قرش وما كانش معاه حد 99 قرش عشان يجيب جزمه. كويس. كان يجي ياخد يوم الوقفه وباب ارساخ عشان يعيد بيه تاني يوم. طيب كلمني بقى اصلا الجيل الجديد بقى، ولادي ومن دوري احنا نسمع عنه والناس فاكراه مجرد شبشب، لا ده ليه فوايد وليه فوايد طبيه، وسمعنا انه بيعالج الروماتيزم او الروماتويد. احكي لنا شويه عن الابقاب. اولا عازل الرطوبه. تمام. وبعدين تاني حاجه بنعمله سمك عالي عشان ايه؟ عشان الركس بتاع الحمام. عدم طهاره الحمام. عدم طهاره الحمام. اتفضل. ما تلمسش الرجلين. تمام. وبعدين ممكن تقف بيها على الغساله. عندنا على الماس الكهربائي. وفي ناس بتاخده عشان عندها روماتيزم، وفي ناس عندها بتاخده. سؤال بقى، هل فعلا المعلومه دي ان هو بيساعد في علاج الروماتيزم حقيقيه؟ لا بيعالج، لا بيوقيها. بيقي من الروماتيزم؟ طب ليه؟ اشمعنى؟ عشان الرطوبه. ما نشبشب، ما فيش شباشب طبيه وفي شباشب حديثه، اشمعنى ده؟ كل ده والله ناس لفت ولجأت لده. للأبقاب تاني. للأبقاب تاني. كمل. واحد رجليه عاليه. عايز جلد مثلا 22 23 سنتي. عشان رجليه فيها ورم. بعمله له. تمام. اي حاجه عايزاها في اي فورمه عندي حاولت اطور منه واعمل اشكال جديده او بتاع، ما حدش للاسف بيقدره. تمام. كل واحد يقول لي يا عم ده انت ب 10 ليه او ب 12 ليه او ب 15 ليه؟ ما يعرفوش ان هو بياخد وقت اكتر من جوز جزمه. تمام. قص الجلد وبعدين ما تقص الصبيح ده. وبتجيب المسمار. تمام. وتجيب الخشب وتعلميه وتدوريه. كل دي ما والخشب ده واضح انه مشطوف يعني ما متعوب لا فيه. ممكن يتنعم عن كده كمان. يعني انت بتعمله بايدك والمكنه موجوده؟ المكنه موجوده، بعد ما يخلص مع المكنه اجيبه واعلمه وادوره زي ما انت شايفه كده. وبعد كده اركب له الوش واركب له الصفيحه اللي هي ديت. نفسك توصل مشروعك للناس ازاي؟ انا عايز اوديها لانحاء العالم. طب ما نبدا بمصر الاول اذا كنا احنا مش عارفين.
أهل العلم كنا بنورد الأبواب ده لجميع البلاد بتاعت مصر. تمام. هنا وأسوان والأقصر وبني سويف كل حلو. البلاد دي كنا احنا بنوديلها أبايب. حلو قوي. كل أسبوع. حلو. مرة واحدة 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 لما طلع بقى خدوجة وزنوبة وال بدأت العملية العرض الطلب بيقل. بيقل. فالعرض طبعا هيقل. هو الأبواب بياخد منك وقت قد إيه في تصنيعه؟ في تصنيعه ياخد مني بتاع ربع ساعة. اللي هو كله بيكلفك قد ايه؟ لا يكلفني دي حسب الخشب تقريبا يكلفني حوالي 10 جنيه. بتبيعه بكام؟ ب 15. يعني مش غالي؟ لا. يبقى هو الموضوع ناقصه تسويق. بمتناول جميع الابواب بس الناس بتستهتر. احنا هنا من برنامج اهالينا بنعرف اهالينا في البيوت وفي جمهوريه مصر العربيه وفي الدول العربيه، الساده المصدرين، الساده اللي بيشتغلوا في الحاجات المصريه الاصيله، إن الأستاذ نور ما زال يصنع الأبواب المصري بمختلف أنواعه حتى الآن. ممكن تقول لنا عنوان ورشتك يا أستاذ نور؟ واحد عطفة سليم. واحد عطفة سليم تحت الرابع. بس كده إحنا وصلنا للمشاهد إن الأبواب ما زال بيتعمل. موجود. تمام. وسعره في متناول الجميع. ممكن نشوفك وأنت بتعمل لنا ولو فردة واحدة؟ عناية. ده الخشب ده اسمه ايه بقى الخشب الغامق ده؟ كافور. كافور. والفاتح؟ ده سيبيانس. سيبيانس. اتفضل. زي ما شفنا في اقل من 10 دقايق اتعملت فردة أبواب. وبما ان احنا قدرنا نوصل لورشة الأستاذ نور اللي بيصنع الأبواب وهو اللي ناقصه بس ان الناس تعرف، ادينا بنعرف الناس. واحنا من برنامج اهالينا بنقول لحضرتك يا أستاذ نور ان في معرض بيتعمل كل سنة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اسمه تراثنا. تراثنا ده لإحياء الحرف اليدوية اللي بطلت تتعمل او الناس نسيتها. احنا من برنامج اهالينا بنوعد حضرتك ان احنا هنجيب لحضرتك دعوه لمعرض تراثنا الجاي تعرض فيه الأبواب. يا ريت. ربنا يديك الصحه وطول العمر. ربنا يبارك. وتفضل تحافظ على تراثنا فعلا، لان انا مبهوره ان انا في مكان اللي بيصنع الابائيب. تسلم ايديك وعينيك وربنا يديك الصحه وتشرفت بيك جدا يا استاذ. الله يبارك لك. ربنا يسعدك يا رب. شرفنا. شكرا جزيلا لحضرتك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا فندم.